ده شيء مؤكد، ودايما بناكد على الايمان مع حضرتك يا استاذ شريف ان النادي الاهلي مؤسسه كبيره، وان المؤسسه مؤسسه وطنيه فعلا، ومؤسسه دايما عليها ادوار مهمه جدا جدا، ادوار اجتماعيه. انت دلوقتي بيان النادي الاهلي حتى في الفاظ معينه وفي جمل معينه بيكون مميز جدا. اول حاجه نبذ العنف وعدم التعصب وعدم والاتجاه مع اتجاه الدوله، واحنا دايما وجماهير النادي الاهلي دايما وجماهير مصر دايما ورا بصراحه، ورا حكومتها ورا رئيسها بشكل كبير جدا. الفترات اللي فاتت كان في بعض الاقاويل وبعض المناداه بشيء هيضر الوطن، لكن انا باكد لحضرتك ان مؤسسه النادي الاهلي دايما هي بتاخد الخطوه كمؤسسه رياضيه اولا وكمؤسسه وطنيه، انها بتاخد الخطوة. وهذا البيان المحترم بيدعم كلامي، وبيدعم كمان ان احنا وجماهير النادي الاهلي واعية جدا وعلى دراية كاملة بما يحاك حوالين اولا البلد، وما يحاك كمان في بعض الحالات حوالين النادي الاهلي كمؤسسة ومجلس ادارة ولاعبين. فيعني كل الاحترام لمجلس الادارة وكل الاحترام لهذا البيان يا استاذ شريف، يعني بنشكر الادارة. خليني اقول لك كابتن هاني حاجه مهمه النهارده، يمكن حضرتك واتهام وكل جماهير النادي الاهلي تابعوا بيان غريب جدا، هو بيان وهمي وعادي تماما عن الصحه، صدر يتحدث عن فكره انه هناك مدير فني جديد للنادي الاهلي خلف اسمه بايدر، هناك دعوه لاحتفاليه في ملعب البيتش. الحقيقه انت ما تقدرش تفصل مثل هذه البيانات الحقيقه اللي بتستهدف الخروج عن النص وتحفيز الجماهير واثاره الجماهير عن اللي حضرتك بتقوله، لانه النادي الاهلي يعني جمهوره الحقيقه على مدى 3 سنوات، مجلس الاداره بيعمل تقريبا منذ 3 سنوات الان، واجه الكثير جدا من التحديات والعقبات والخروج عن النص، ولم ينزلق ابدا مجلس اداره النادي الاهلي، وكان دايما الكابتن محمود الخطيب حريص على توجيه كل المنتمين لاسره النادي الاهلي للمنظومه الاعلاميه ومنابره الاعلاميه بعدم الانزلاق الى اي مخاطرات او الى اي سجال في الوسط الرياضي حتى لا يحدث نوع من الرجل، يعني الحقيقه يتسم بخلق رفيع، بخلق رياضي محترم بيميزه وبيميز النادي الاهلي عن تاريخه، وبالتالي كان دائما التوجيه عدم الانزلاق الى اي مخاطرات. بدأ بالنادي الاهلي وهذا هو منهج النادي الاهلي، وفي النهايه زي ما بنقول هذه رياضه. النادي الاهلي فاز الحقيقه او حقق 6 انتصارات زي ما تفضلتم وذكرتم، وقلنا انه 2 دوري لكره الطائره رجال وسيدات، 2 كاس رجال وسيدات، والدوري العام لكره القدم بالاضافه الى دوري كره السله والسيدات، وخسروا السيدات او لم يوفقوا في نهائي الكاس، وننتظر المزيد ان شاء الله خلال الاسابيع القليله المقبله، ويعني يتوج النادي بجمله اخرى من هذه البطولات اللي بتدخل السرور على قلوب جماهير كره القدم وجماهير الرياضه بشكل عام.